الحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية. كنا اليوم هنا في مراكش في مدينة ديال مراكش في إطار لقاء تواصلي مع شباب الحزب، مع شبيبة الأحرار، مع الناس ديال مراكش حول واحد الموضوع اللي عنده أهميته. علاش؟ لأن كيجي في واحد الفترة ديال كتستعد فيها بلادنا الاستحقاقات انتخابية تاريخية، لأن كتجي من مورا الجائحة. الموضوع ديال اليوم كان الشباب كركيزة للبناء الديمقراطي في البلاد. طبعا باش تقنع اليوم شاب انه يشارك في العمل السياسي ماشي امر سهل، وهذا الشيء تعبنا فيه واستهلكنا فيه واحد المجهود اللي هو كبير لسنوات، ولقينا بانه فعلا الشباب المغربي وفئات اخرى واسعه من المجتمع عندها راي عن المشاركه السياسيه، راي عن الاحزاب السياسيه، واحيانا حقيقي. علاش؟ لان التراكمات ديال سنوات ديال واحد النخبه فاسده ديال احزاب كرسات واحد الفكره غلطه على السياسه ادت اليوم لهذه النتيجه. ولكن العمل اللي قامت به الشبيبه ديال التجمع الوطني الاحرار، العمل اللي قام به التجمع الوطني الاحرار في التواصل في التغيير ديال هذه العقليات اعطى الشيء الكثير، اعطى واحد الدفعه جديده للعمل السياسي في البلاد. علاش؟ لان عطينا النموذج، قدمنا قلنا بانه يمكن اليوم ان نشوفوا شباب في التسيير، نشوفوا شباب منتخبين، نشوفوا فكر جديد، بدلنا الشكل باش كانت كتمارس السياسه كتمارس فقط وقت الانتخابات في وقت الحمله الانتخابيه. ولكن اليوم كنا حاضرين في جميع الاسابيع، حاضرين في الويكاند، حاضرين المقرات ديالنا مفتوحين لمده 5 سنوات. وهذا الشيء اللي بغاو الشباب، الشباب بغاو احزاب تتواصل، احزاب تبدع، احزاب تفكر في الاولويات الحقيقيه ديال المواطنين. وكذلك الجائحه بينت شيء الكثير، بينت بانه اليوم راه الشغل والتعليم والصحه وهذه الامور اللي عرات الجائحه على المشاكل ديالها ما يمكن لها تعالج الا عن طريق السياسه، وهذا الشيء هو اللي غادي يعطي واحد المشاركه سياسيه وانتخابيه غير مسبوقه في الانتخابات المقبله.